سبحانه وتعالى أنا وأنت مساكين لم يثبتنا الله سبحانه وتعالى، فذلك نكثر من في السجود من الدعاء: اللهم قلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب والأبصار، صرف قلبي على دينك. كذلك القلب السليم، كذلك الصدر السليم، ورد في القرآن: إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة الصدر وعدم الظن في الآخرين وعدم الشك، عدم الشك حتى أنت بينك وبين نفسك أحيانا تأتيك الشياطين، وهذا مدخل من مداخل الشيطان إلى أنك تقول. الثانية إلى أنه من كان لا يحمل على الآخرين ويحسن نيته في الآخرين، كما فعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فيدخل ذلك الصحابي أو ذاك تقطر لحيته ماء من أثر السجود، من أثر الوضوء، ثم يأتي في اليوم الثاني حاملا عليه، وكذلك دخل متوضئ ويقول قال الرسول: في اليوم الثاني يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ففي اليوم الثالث يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله بن عمرو: يعني أردت أن أعرف وش قدم الرجل الكبير في السن، مع لا يوبه به ولكن عند الله فعله عظيم. فذهب إليه وطلب المبيت عنده، ثم ما وجد عنده لا قيام ولا يعني أعمال تفرق فيها شيء من الأشياء هذه، ما وجدها، لكن أنه بإذن الله كان فيها شيء من الأسئلة اللي خدمتنا أنا وأنت والثاني والثالث. فيقول: بت معه الليلة الأولى، بت معه الليلة الثانية، بت معه الليلة الثالثة، ثم سألته يعني ما لقيت عنده شيء. فقال له القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يقول: يدخل عليكم رجل من الجنة وتدخل أنت. الله أكبر، الله أكبر. فأردت أن أعرف ما هي الخبايا اللي عندك، وهي الخبايا حنا هذه اللي فيها أسرار الإنسان الصالح والأسرار الإنسان الذي يقبل الله دعوته، والله الذي يقبل صدقته، والله الذي يقبل. هنا قال له: ما عندي شيء إلا إني ما أبات وفي قلبي شيء على أحد. هذا مربط الفرس، لا أقول فلان فيه، ولا فقول أعطاني، ولا فلان ما كلمني، ولا فلان ما سلم علي، ولا فلان ما ساعدني أبد. فهذا سلامة القلب للجميع. وما أجملها من أن يكون إذا كان فيك، إذا كنت أو إذا وجدت أو إذا عددت من أصحاب الصلاة. ممكن نجيب بس بحرف الصاد، قد نجيبها سبع أو ستة، من أصحاب الصلاة، من أصحاب الصوم، من أصحاب الصدقة، من أصحاب الصدق، من أصحاب الصلاح، من أصحاب الصبر، من أصحاب صلة الرحم، من الله أصحاب معلومية طيب. يعني الآن وصلنا إلى سبع كلها بحرف الصاد، ما بالك عاد لو أخذنا حرف آخر وجدناها إن هذه هي اللي تؤلف القلوب وهي اللي تغسل القلوب. من يظن في واحدة منهم؟ الصدق من جات ها؟ من الكذب مهداة إلى 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 جهنم وإلى إلى السعير. صلة الرحم ما هي من أبر الأعمال. ما هي الصدقة؟ ما هي إلا من الصلاة. ما يتمنى الإنسان إلا عندما تفتح له الأبواب إلا يقول: ليتني أكثرت من الصدقة. أي والله. كذلك في الصيام باب من لأهل الباب لأهل الجنة. الجنة لها أبواب، لها أبواب الصلاة، ولها أبواب الصوم، لها أبواب الصدقة، وهذه ولها أبواب للصابرين، وبشر الصابرين. فالصبر والصدقة وهذه الأعمال، إذا أنت ما جاهدت نفسك وصبرت فلن تصل إلى الدرجة التي بعدها. وإذا لم تكن من أهل الصلاة، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا ما دامها تنهى عن الفحشاء والمنكر معناها أني أطلع درجة أخرى. بالصوم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من يحصل يعني على هذا الجزاء؟ ثم الصوم فيه شيء من السرائر اللي يعني ما أحد يدري، أحد يدري عنك أنك صايم؟ أي نعم. ما أحد يدري، ولا مكتوب عليك ولا مبين إلا إذا قاله إلا إذا قاله. فإذا أخفيتها الصدقة، هل أحد يدري عنك أنك متصدق اليوم ولا ما تصدق؟ لا. فهذه من السرائر اللي تبني لك أسس حتى
في اليوم في الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث تجد اللي عندك رصيد، ثم ثق تمام الثقة بصلاتك بتأييد من الله سبحانه وتعالى في صلاتك وصومك وصدقتك وصبرك وصلتك للرحم، وكلها تساعدك على أن تثبت ولأنك تستزيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ونجعلنا من الصائمين القائمين الصالحين المصلحين، ويجعلنا هداة المهتدين، ويجعلنا من واصلين لأرحامهم. وأذن أقم يلا من بيأذن فيكم مشايخنا؟